من المسائل المهمة أن من أعرض عن التوحيد فإنه سيقع في الشرك، ومن اشتغل بالباطل أعرض عن الحق، ومن اشتغل أو انصرف عن العلم وقع في الجهل. والدليل أن الله عز وجل لما ذكر حال اليهود في إعراضهم عن كتاب الله عز وجل الذي به التوحيد وقعوا في الشرك والكفر الذي هو السحر، وتأمل معي قول الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، ما الذي جرى منهم؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لما نبذوا كتاب الله، اقرأ ما بعدها: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فدل هذا على أن من أعرض عن التوحيد وعن تعلمه فإنه سيقع في الشرك والكفر بالله عز وجل.